شنو ذنبي أنا؟ شنو ذنبي صار لي 4 سنوات؟ مع طلبنا اليوم معتصمين أمام مجلس المحافظة، أريد مصير ابني. مصير ابني مجهول، صار له 4 سنوات ما أعرف بيه وين، ما وين ابني انخطف من جهات معلومة ومن أسماء موجودة عند القوات الأمنية والقضاء، وقابلت كثير من الناس، قابلت زعماء سياسيين، الأجهزة الأمنية كلها، القضاء، القضية، الدعوة مال السجاد لحد الآن موجودة بالمحكمة، ونحكموا حكم غيابي إعدام لحد الآن ما ملقين القبض على الخاطفين ولا لاقين لي مصير سجاد. 4 سنوات شنو من حكومة وأجهزة أمنية ما قدرت تلقي مصير شخص واحد أو تلقي على الخاطفين؟ إلى متى نبقى هيك؟ إحنا أهله متعذبين، صار 4 سنوات متعذبين، ما نعرف مصير ابننا وين. شنو سوى سجاد؟ رجال محاضر مجاني، محاضر مجاني سجاد، وخريج ومؤدب ومتدين، شنو اللي سوى سجاد حتى انتم تخطفونه وتغيبونه 4 سنوات كامله؟ الذكرى الرابعه لاختطاف سجاد، اليوم نصبنا خيمه اعتصام باب الديوان. احنا قضيتنا ترى اكبر من المحافظ واكبر من نواب ذي قار وكذا، احنا نريد نوصل رساله للسوداني. التقينا بيك السوداني قبل سنه ونص، ووعدتنا بان تروح تجيب المتهمين من ميران محكومين حكم اعدام، بس تفاجئنا ورا فتره، ورا التقينا بيك ورا فتره لقينا المتهم يدرس ماجستير بيران وينشر صورته وكذا. احنا اليوم ما عندنا مشكله، احنا نريد يجيبون المتهمين. اكو متهمين 2 محكومين اعدام، واكو 10 موجودين هنا بالناصريه بعد ما حد يعرفهم لحد الان. احنا اليوم معتصمين هنا بباب الديوان، ما عندنا رجعه. اذا نشوف خطواتكم انتم شنو بمصير سجاد؟ تجيبون سجاد؟ لا. رئيس الوزراء، محافظ ذي قار، قائد الشرطه، وزير الداخليه، كل مسؤول عنده غيره اسمعوا عمي. خاف واحد يقول دول متعافين وطالعين. النصبة هسه الخيمة قبال ديوان المحافظة. أم سجاد تقلكم بويا ابن عدل ميت جيبوه. احنا بالنسبة لنا الشباب راح ناخذ موقف. الخيمة هنا منصوبة، وراها يوم يومين ثلاثة إذا ماكو حل راح يتفقون على موعد وكل احنا راح ننزل. اسمعوني، احتمال راح ننزل خيم ساحة الحبوبي، يعني ترجعونا ل 2019، لأن ماكو مسؤول ما عنده رحمة تقبلها ابنك 4 سنوات انت ما شايفه، ما تعرف مصيره. المره جايه تقول لكم بويا عدل ميت جيبوا لي ابني. اقرروا ثوار تشرين وابناء ساحه الحبوب باعلان اعتصام مفتوح مقابل مبنى الحكومه المحليه بذكرى اختطاف الناشط المدني سجاد عراقي. مرت 4 سنوات على اختطاف سجاد عراقي بدوله تدعي نفسها ديمقراطيه ومصنفه ضمن حقوق الانسان ولها اتفاقات دوليه مع حقوق الانسان. حقيقه احنا نطالب الحكومه المركزيه كشف عن مصير سجاد، وليس ما اكو اتفاقيه امنيه بين الحكومه العراقيه والجانب الايراني، خاطفين موجودين في الجانب الايراني. اتفاقيه قرار وزير مستشار الامن القومي قاسم العرجي بتبديل المجرمين والمتهمين بين الطرفين، لماذا الاتفاقيه الامنيه لم تطبق على المتهمين بقضيه سجاد العراقي الا الان موجودين في الجانب الايراني؟ وخصوصا قبل فتره احد الخاطفين درس دراسات عليا وتخرجوا بعلم وزاره التعليم العراقي. هي المشكله القضاء العراقي اصر بحكم غيابي للاعدام على الطرفين، ولكن الحكومه التنفيذيه الى الان لم تطبق قرار القضاء العراقي. Thank you.